السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المضارع البسيط. المضارع البسيط اللي هو الـ Present Simple يا سيدي. المضارع البسيط بيتكون من التصريف الأول الفعل بإضافة S أو ES أو IES مع الضمائر هي وشي وات وأي اسم مفرد. طب يعني إيه مضارع؟ ويعني إيه تصريف أول؟ سؤال جميل. المضارع هو الوقت الحاضر اللي إحنا فيه. أما مصدر الفعل هو الفعل في صورته الأساسية زي أفعال go, come, run, watch, wash وهكذا بإضافة S أو ES أو IES. امتى بضيف الاس وامتى بضيف الاي اس وامتى بضيف الاي اس؟ الاس بضيفها عادي للفعل زي play plays run runs وهكذا. اما الاي اس بضيفها لما يكون الفعل منتهي باس اتش او سي اتش او اس اس او 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 اكس. على سبيل المثال افعال زي go run watch wash وكل ده مع الفعل اي ووي وذي ويو مش هياخدوا اس، يعني هيجوا في الصورة الأساسية بتاعهم، يعني هيجوا في المصدر بتاعه. أما مع الفاعل هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد هضيف يا إما إس يا إما إي إس يا إما أي إس. طيب فعل زي جو مع هي هيبقى هي جوز، شي رانز، أحمد واتشز تي في، هنا هضيف إي إس لأن الفعل منتهي بسي إتش. شي واشز ذا dishes، هنا هضيف إي إس لأن الفعل منتهي بإس إتش. He goes هضيف ES لأن الفعل go منتهي بO. The mechanic fixes the car، الميكانيكي بيصلح العربية، هنا هضيف ES لأن الفعل fix منتهي بX. The footballer passes the ball، يعني لاعب كرة القدم يمرر الكرة، هنا هضيف ES لأن الفعل pass منتهي بSS. وهنا the footballer يعتبر singular noun اسم مفرد فهضيف ES. طب امتى بضيف للفعل IES؟ بضيف للفعل IES لو كان منتهي بY وقبله حرف ساكن. في الحالة دي هحذف الY واضيف IES. على سبيل المثال ماري وكاري، ماري منتهية بY وقبلها حرف ساكن اللي هو الR، هحذف الY واضيف IES. وفي حالة كاري نفس الفكرة، هحذف الY واضيف IES. واحد ممكن يسألني سؤال، طب اشمعنى play بضيف S بس؟ لأن play منتهية بY وقبلها حرف متحرك. أنا عندي الفايف vowel letters زي A, E, I, O, U، دول بس ال vowel letters in English. طيب لو عايز أنفي الجملة في المضارع البسيط هنفيها إزاي؟ بسيطة، هنفي don't و doesn't. don't مع I و we و they و you وأي اسم جامع طبعا، أما doesn't مع he و she و it وأي اسم مفرد. على سبيل المثال he plays tennis، هتبقى he doesn't play tennis. ليه استخدمت doesn't؟ لأن الفعل عندي اسمه he، وطبعا دي كلها اساسيات لازم انا احفظها، يعني دي قاعده لازم احفظها. don't بتيجي معاها ايه و doesn't بتيجي معاها ايه. فهنا هي هتيجي معاها doesn't فهقول he doesn't play tennis. مثال تاني على I و you و they و you، اقول I watch TV، انا بتفرج على التلفزيون. عايزه فيها في الحاله دي I بتاخد don't مش doesn't فاقول I don't watch TV. طب لو عايز اعمل سؤال واستفسر بقى وكده هعمل ايه؟ بسيطة جدا، لو عايز اعمل سؤال في المضارع البسيط بستخدم do او does وبعد كده subject plus infinitive وبكمل الجملة عادي، يعني بستخدم do و does زي الفاعل زي الفعل في المصدر بكل بساطة. هو بيجي معاها زي اللي بيجي مع don't بالظبط اللي هما I و we و they و you، و does بتيجي مع اللي بيجي مع doesn't بالظبط اللي هما he و she و it و اي اسم مفرد. على سبيل المثال لو بقول لك he plays tennis، عايز اعمل سؤال هبص على الفاعل، الفاعل هنا اسمه he يبقى هستخدم does، فهحط does في الاول وبعد كده he، يبقى does he play الفعل في المصدر هحذف الاس يبقى does he play tennis. بس في حاله البرونسيشن بتاع sentence و question لازم تخلي بالك من الانتونيشن. طبعا واحد هيسالني دلوقتي يعني ايه انتونيشن؟ انتونيشن هو نمط الكلام. مثال بسيط جدا في اللغه العربيه لما بقول لك محمد جه، هنا انا بديك انفورميشن بديك معلومه ان محمد جه، لكن لو انا بسالك بقول لك محمد جه فانا بسالك في الحاله دي فهترد عليا تقول لي اه او لا. نفس الفكره في الانجليش، ان انا لو بقول جمله عاديه خالص فالكلام بتاعي بيبقى نيوترال محايد ما فيش ولا بطلع ولا بنزل، فبقول لك هي واتشز تي في، هو بيتفرج على التلفزيون. طيب لو انت عايز تسالني هتسال ازاي؟ هقول does he watch TV؟ does he watch TV؟ فانا هنا بقدم له سؤال في الحاله دي هجذب انتباه الشخص اللي قدامي فيرد عليا يقول لي yes he does او no he doesn't. طب امتى استخدم الزمن ده في كلامي؟ المضارع البسيط هتستخدمه تقريبا في معظم كلامك، يعني انت بتتكلم عن عاده انت متعود تعملها او بتتكلم عن حقيقه او عموما بتتكلم في الوقت الحاضر. طب ايه الكلمات اللي ممكن استخدمها في الزمن ده؟ ممكن تستخدم كلمات زي always usually never ever hardly ever sometimes occasionally frequently، دي كلها كلمات بتعبر عن زمن المضارع البسيط. الكلمات ديت لها مكانين، يا اما قبل الفعل الاساسي او بعد verb to be،
وفي الحالة ديت هيجي في دماغك سؤال مهم جدا، ايه هو الفرق ما بين الفعل الاساسي والفعل المساعد؟ الافعال المساعدة زي verb to be اللي خدناه في الحلقة اللي فات، verb to do وزي will وcan وcould وshall وshould وmay وmight. اما الافعال الاساسية او المين verb الفعل الاساسي زي go come run watch wash وافعال الحركة. تمام، انا كده فهمت درس النهارده. تمام جدا، لو انت كمان فهمت ما تنساش تشير الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفيد. سلام.